بيجنن بيطير العقل، لو لمستيه فعلا بصير رح ياكل منك شقفه. هذا عمتي الله بيجنن بيطير العقل. طيب وهذا؟ لا هذا فعلا بيطير العقل، بيجنن يا سهى. شو هذا يا عمتي؟ كلهم بيجننوا وبيطيروا العقل، كيف بدي اختار هلا؟ طيب شو ساوي لك؟ كلياتهم حلوين وبيجننوا وبيطيروا العقل. اسمعي يا سهى، بتقربي هيك بتغمضي عيونك وبتختاري قطعه من بينها. الله هيك رايك؟ ايه طبعا هذا رايي. سهى حبيبتي انت ليش مستعجله؟ كانك ضمناني انه ابوك يوافق. طيب مو لتاخذي رايه بالاول؟ شو رح يكون رايه يعني؟ معقول يرفض سعاده بنته حبيبته الما إله اغلى عليه بالدنيا؟ لانه حبيبتي هي بنته وحبيبته وما رح يرفض سعادتها، ما رح يوافق بهالسهوله هي. معقول بابا يرفض عصام؟ ما بعرف، الله اعلم يا سهى. عمتي انت بتعرفي شيء وما بدك تحكيه؟ لا ابدا حبيبتي. بس كل اللي بعرفه انه ابوكي اجل مقابله اسبوع بس لحتى يسال عنه. انتي خوفتيني يا عمتي. لا ما تخافي ولا شيء، بالعكس يا سهى احمدي ربك انه ابوكي ما رح يجوزك لاول واحد بدق الباب. شو قصدك؟ بعدين حبيبتي بعدين بتعرفي قصدي. يلا نقي لك فستان من بيناتهم ويلا، انا رايحه اشوف ابوكي بركي بده مني شيء. تتذكر يا رؤوف؟ تتذكر لما كنت اقول لك يا الله سهى قديش تشبه امها؟ سبحان الله شبهها الخالق الناطق. بتذكر يا خيريه بتذكر، بس ما كنت بتصور انه راح تكون صورتها بالاثر عن امها، بس لحد هلا بالشكل، ويا ريتها تكون كمان بالروح. بتعرفي يا خيريه الواحد لازم يكون عنده أولاد كتير حتى ما يتعلق أمله بواحد بس. إيه هذا كلام ماما كانت تقوله لأخونا عبد المجيد، هو كان يقول لا الله يخليكي بكفيني ولد واحد يا دوبني أقدر ربيه. الله يرحمه. الو مين عم يحكي؟ عبد المجيد؟ كيفك يا عبد المجيد؟ انا رؤوف. اخي رؤوف؟ معقول؟ ايوه يا عبد المجيد انا رؤوف. اخيرا يا رؤوف اتذكرت انه الك اخ. معلش اخي حقك علي، انا غلطان. من شويه عرفت انك رجعت من السعوديه ومالك مسافر مره ثانيه. طبعا هذا مو عذر، بس انت يا اخي وقلبك كبير وراح تسامحني، بس بوعدك اني راح اعوضك كل هالسنين اللي مريت. لا تاخذني انا منفعل يا عبد المجيد وماني عرفان شو بدي اقول. انا لا تقول شيء، خلينا ننسى الماضي ونفكر باليوم. انت اخي والدم عمره ما بيصير مي. فعلا معك حق، عمر الدم ما بيصير مي ونحن مالنا غير بعض. المهم انت كيفك؟ شو عامل؟ وكيف سهى؟ نحن بخير والحمد لله. ما عندك فكرة يا عبد المجيد، سهى كبرت وصارت عروس مثل القمر. طبعا طبعا يا رؤوف، الصغير بيكبر وهمه بيكبر معه. مزبوط مزبوط أخي، معك حق، همه بيكبر معه. شو أخي رؤوف، سهى تعبتك شي؟ أبدا أخي أبدا، على قلبي أحلى من العسل. بس أنت كيفك وكيف مسامر وسامر؟ بخير وبدأوا بسلامتك. وسامر كمان راجع من أمريكا بالتقدير جيد جدا. صحيح؟ هذا خبر عظيم، ألف مبروك. وسهى كمان خلصت مع التمريض السنة هي. عظيم عظيم. وأختي خيريه كيفها؟ بخير الحمد لله، بتسلم عليك. خليني أحكي معها. ببقى خليها تحكي معك. ماشي ماشي. المهم أخي، إمتى راح نشوفكم؟ قريب أخي قريب إن شاء الله، راح نجي كلنا ونقضي الصيف كله عندك. عظيم عظيم. المهم لا تتأخروا علينا، إحنا مشتاقين كتير كتير إلكم. ونحن كمان يا عبد المجيد. إن شاء الله إن شاء الله ما راح نتأخر. طيب أخي راح أتركك هلا. الله يسلمك، سلم، مع السلامة. تعالي نمشي شوي. يلا. خيريه، أنا حكيت مع اللادقية، وأخي عبد المجيد بيسلم عليكي، أبقى اتصلي معه. بهالسرعة؟ أنت فعلا ما عم بتضيع وقت. أنا ضيعت وقت كبير سنين. الحمد لله، الحمد لله اللي الله هداك. خيريه، عملي حسابك أنت وسهى رح نقضي الصيفية كلها عند أخي عبد المجيد باللادقية. أوف 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 أوف، شو هالهنا، شو هالهنا اللي نزل علينا هيك فجأة. ما ضل من الأمر شيء. تفضل. سهلا يا دكتور. أهلا وسهلا. حسن، ما بدي استقبل حدا. ها؟ عملت اثنين قهوة سمحت. حاضر يا دكتور. تفضل تصير. أهلا وسهلا. أنا حبيت دردش معك شوي قبل ما تشرفني على البيت وتطلب إيد بنتي سهى. أنت بتعرف إنه بنتي سهى بنتي الوحيدة وبيهمني مستقبلها. طبعاً طبعاً يا دكتور. المهم بعد ما رجعت من أوروبا شو ناوي تعمل؟ قصدي شو مشاريعك مشان المستقبل؟ شو رح تعمل؟ يعني أي شيء ممكن أكسب منه مصاري. مثل شو مثلاً؟ الحقيقة أنا ما عندي مواهب كتير، بس عندي دراعي، ودراع قوي مثل ما بقولوا. الحقيقة أنا ما بعرف عنك شيء، بس يلي شايفه قدامي إنسان ذكي وذكي جدا، يعني بظرف مدة بسيطة رح يكون من أصحاب الثروات المعدودين. أنت هيك عم تعطيني أمل كبير. أي شاب بذكائك لا يمكن اليأس يقرب نحو. والله الحقيقة يا دكتور أنا عندي كذا مشروع يعني براسي. بتعرف في مشاريع كبيرة هي بتتطلب فلوس كتير، وفي مشاريع صغيرة بس كمان يبدو بتتطلب أحيانا سفر أو شيء، يعني ما بعرف حضرتك شو رأيك؟ الحقيقة أنا ما عندي شيء محدد، بس بسمع في فرص كبيرة بالخليج. لا يا دكتور أنا ما فيني، ما بقدر. أنا عندي أخ مريض بالقلب ومضطر ضل جنبه وساعده هو وعياله، وما فيني أتركه أبداً. يعني أنا المسؤول الوحيد عنه تقريباً. وصرت جرجه بالكلام، كنت بعرف إنه عم بيكذب علي بكل كلمة عم بيقولها. لأني قبل ما أدعيه يزورني بالعيادة كنت جامع عنه شوية معلومات. وهالمعلومات بتقول إنه باع البيت اللي ورثه عن أبوه بعد ما مات. أنا لا يمكن أسمح بهالشي حتى لو ضحيت بثقتها وحبها. ولا أنا برضى بهالشي أبداً. يعني رح تساعديني حتى نوقف المهزلة؟ طبعاً طبعاً يا رؤوف. سهى مو بنت أخي، سهى مثل ولادي كمان، ولا رح أسمح حتى ولو نسمة هوا تجرح مشاعرها أو تأذيها. لا يا عصام ما تحكي هيك، ما بظن انه البابا رح يرضى، ولا مكان قبل يستقبلك من القصر. طيب يا حبيبتي، افترضي هلا انا دخلت لعنده وطلبت ايدك منه وقال لي لا، رفضني، شو رح اكون موقفك انت؟ ما بعرف. كيف ما بتعرفي؟ عصام انا بحياتي ما واجهت بابا بشي ضد رغبته. معناتها انت ما بتحبيني يا سهى، ما بتحبيني، انا الافضل اخذها من قصيره ونمشي وخلصنا. لا عصام ما تمشي. طب شو اعمل لكان؟ شو اعمل؟ انت بهالحاله هي عم تضيعي وقت على الفاضي. طيب قل لي شو لازم اعمل؟ سهى حبيبتي، انت مطلوب منك شغلتين، اسمعيني منيح، تحكي مع ابوكي بس بهدوء شديد مشان يقتنع يوافق على خطبتنا، بعدين انا بتقدم وانا بطمن. وموعد اليوم؟ موعد اليوم خلص الغيه، معلش اجلي، يعني تحججي باي شيء، قولي له انا كنت تعبان ماني مستعد اقابله اي شيء، بس خذي لي موعد منه بكره بعد الظهر. اوكي؟ ولو انه تاجيل الموعد مو من مصلحتنا، بس مثل ما بدك. والشغله الثانيه شو هي؟ الشغله الثانيه هي الاهم، يعني اذا ابوك ضل مصر على رفضه انت لازم تواجهيه واقنعيه، لازم يفهم انك بتحبيني مثل ما انا بحبك، وانه مستحيل نستغني عن بعض. ما بقدر يا عصام، ما بقدر. يا سهى يا حبيبتي انت طيبه وعلى نياتك، صدقيني بجوز يكون ابوك مفكر اني من النوع الانتهازي مثلا. انتهازي؟ شو يعني؟ من اي ناحيه؟ إيه يعني من ناحيه اني انا طمعان بالثروه ومشان هيك تقدمت لاتزوجك. شو هالحكي يا عصام؟ بابا ما بيفكر بهالطريقه. لا يا ستي بفكر، بكره رح يقول لك اياها بوشك، بكره بتشوفي. وقتها بقول له انه غلطان وانه انت مو من هذا النوع. يا سهى المساله مو بهالسهوله، نحن لازم نعترف انه مشكلتنا الاساسيه رح تبدا من هون، من هالنقطه هي بالذات. منين من هون؟ ثروه امك الله يرحمها تركت لك اياها، هي من جهه، ومن جهه ثانيه ثروه ابوك كمان، وانا فقير. عصام انت منين بتعرف عن المصاري اللي تركتها الماما؟ يعني حبيبتي كيف عرفت عن المصاري؟ ما هي شغله مو مخبايه، كل الناس تعرفها. عصام بدي اياك تعرف شغله وحده، صحيح انا بعرفك من اسبوعين وبس، بس حاسه كانه بعرفك من سنين، لدرجه مو قادره اني اتخيل اقدر اعيش بدونك. ولا انا يا حبيبتي، ولا انا صدقيني. سهى بدي اياك توعديني، ما تنسيني، وتضلي معي مهما صار. بوعدك مهما صار، وانت كمان بدي اياك توعدني، بكره لما تحكي مع بابا لا تستفزه، كون لطيف معه، لانك رح تخطف اغلى شغله عنده. طبعا طبعا، خلص بوعدك اكيد اكيد ان شاء الله. حبيبتي انا هلا تاخرت كثير، موعدنا بكره بعد الظهر، اوكي؟ اوكي، لا تتاخر بعد الظهر ان شاء الله. باي باي. باي باي. غريب، هذا مو عصام اللي مشي؟ بلا هو. معقول؟ شو هالقلة الذوق هي؟ هي مو قلة الذوق بس، هذا خوف، حس انه شيء عم ينتظره وعرف انه انكشف. معلش يا اخي رؤوف، انا رايحة اشوف شو القصة. سهى. نعم عمتي. شو يا حبيبتي، بلاقي عصام مشي. ايه مشي، عن اذنك بدي اغير ثيابي. ايه بس بدون ما تقولي لي شو صار يعني؟ هلا بغير ثيابي وبحكي لك كل شيء، الك ولا بابا. سهى الضيف مشي؟ ايه بابا مشي، بس من باب الذوق والادب المفروض يجي يقابلني، انا كنت بانتظاره. معلش بابا معك حق، انا بدي من وقتك 10 دقائق بشرح لك فيهم كل شيء. طيب مثل ما بدك، 10 دقائق بس. بس لغير ثيابي بالاول. شكرا بابا. خيريه البنت منفعله، بدي اياك تشوفيها وتحكي معها قبل ما تحكي معي. شو بدي اقول لها يعني؟ كل شيء بتعرفيه عن الموضوع بس بهدوء. حاضر. ادخل. عمتي ما قدرتي تصبري جاي تعرفي كل شيء؟ لا هو بصراحة أنا حابة أعرف فعلا شو اللي خلى عصام يغير رأيه ويمشي بهالسرعة هي؟ أبدا، حب إني أحكي مع البابا بالأول وآخذ موافقته وبكره هو بيجي. عمتي مو شغلة عظيمة هي؟ شو هي الشغلة العظيمة؟ أنا وعصام تعارفنا من أسبوعين وبس، وبدنا نتجوز. أنا ما كنت متخيلة إنه رح يحبني لهالدرجة. بس أنت يا حبيبتي شو عرفك إنه بيحبك لهالدرجة إذا كنتوا يا دوبك متقابلين مرتين 3 بس؟ أنا بالأول كنت خايفة من مشاعره كتير تجاهي، بس بعد اليوم واللي حكالي إياه أنا اطمنت. بس يا حبيبتي لا تستعجلي بحكمك، أنتِ برضه لسه ما بتعرفي كل شيء عن عصام. كيف ما بعرف كل شيء؟ قبل اليوم ما كنت بعرف شيء، بس اليوم حكالي عن نفسه وعن حياته وعن حبه إلي. يعني أنتِ يا سهى حاسة إنه عنده حسن نية؟ 100%. عن إذنك أنا تأخرت على بابا. سهى سهى وين رايحة؟ بابا قاعد بالبيت، فيكي تحكي معه بأي وقت حبيبتي. شو في يا عمتي؟ أنتِ إلك اعتراض على عصام؟ أنا يا سهى ما إلي أي اعتراض. أنا بس بدي أعرف إذا كان هو صادق معك ولا لأ. لازم تعرفي يا سهى إنه أنا وأبوكي بتهمنا سعادتك. يعني مو مهم عنا أي شيء، المهم أنت تكوني سعيدة ومبسوطة. لازم تعرفي هالحقيقة وتدركيها منيح. عمتي أنا بعرفها هالحقيقة ومدركتها منيح، بس في شيء أنت ما بتعرفيه وعصام ما عنده الجرأة يقوله. لا، عصام حكالي عن كل شيء. عن جد؟ مثل شو يعني؟ اعترف لي إنه كان طايش وغلط كتير بحياته ودفع الثمن غالي، خسر ثروة أبوه كلها. أها، مشان هيك هو فقير. مو فقير من الناحية المادية وبس، من الناحية المعنوية. حكاله إنه وحيد وما إله حدا يشكي له أو يسنده بحياته. يا حبيبي شو ما عليه؟ الو، مرحبا سهى، شو طمنيني؟ خلص يا عصام، البابا وافق. صحيح؟ يعني بقدر اقول مبروك يا حبيبتي؟ عن جد؟ ما تتخيل قديش كنت خايفة وانا عم بحاول اقنعه، كنت مرعوبة وحسيت قلبي رح يوقف. لا انا ما كنت خايف، بالعكس انا كنت متأكد انك بتقدري تقنعيه. طبعا. بتحبني يا عصام؟ دكتور، في واحد اسمه خالد برا بيقول في موعد مع حضرتك. خليه يدخل. حاضر دكتور. تفضل استاذ. السلام عليكم. عصام، شو اللي جابك لهون؟ انا خالد ابراهيم، اخو لعصام التوأم. شو؟ معلش دكتور، انا هي القصه بتصير معي كثير. يعني مو معقول. شو هاد اللي مو معقول دكتور؟ يعني نحن اثنين واحد، يعني شغلة عادية دكتور، ما انت طبيب توليد وبتعرف هالشغلات هي ومر عليك كثير. معك حق، عدم مؤاخذة. معلش دكتور، بسيطة، انت الحق معك تتفاجأ. تفضل استريح. شكرا. شوف يا استاذ خالد، انا ما بحب اللف والدوران. لحتى اكون صريح معك، لحتى اتاكد من شخصيتك، ممكن تعطيني هويتك؟ الهويه طبعا دكتور، طبعا. تفضل. خالد محمد ابراهيم، مظبوط؟ لا تاخذني يا استاذ خالد، الموضوع حساس شوي. لا لا ولا يهمك دكتور، انا مقدر. الحقيقه ما بعرف منين بدي ابتدي، المساله صعبه شوي. زعلتك. بسم الله الرحمن الرحيم، نقصتيني يا سهى. عالترفي بشو كنتي سرحانه؟ بشو يعني بدي اسرح؟ غير فيكي بمشاكلي؟ مشاكل من بعد اليوم ما في. أنا مشاكلي كلها اليوم رح تنحل إن شاء الله. الله يسمع منك. شو طبختي لنا اليوم؟ حزري كواج. بموت بالكواج، بابا بحبه كثير كمان. على فكرة أبوك هو اللي طلبها بنفسه. صحيح، ليش تأخر بابا اليوم؟ إيه علينا، لا تأخر ولا شيء يا حبيبتي، بس أنت مستعجلة. شوفي سهى، ما تستعجلي، مثل ما بيقولوا بالعجله الندامه. ايوه، يقولوا اللي بدهم اياه. انا مستعجله وراح استعجل بابا. عن اذنك راح احكي معه تليفون. الو. ايوه سهى، اهلين يا بنتي. اهلين يا سهى، اهلين يا بنتي. وليش عم تقولها وانت مكشر؟ طيب وشو عرفك اني انا مكشر؟ لأنه من القلب للقلب رسول يا دكتور بابا، وانت اللي بقلبك على لسانك وأنا لقطته عبر الأثير. سهى الله يرضى عليك، أنا ماني فايق لك، قولي شو بدك من غير لف ودوران. شو رح يكون بدي يعني؟ بدي إياك أنت يا بابا. شو نسيت إنه عندك موعد اليوم؟ لا ما نسيت، لسه بكير يا سهى، بعرف الموعد بعد الظهر. شو بكير؟ زمان عمتي حطت الكواج بالفرن وأنا ميتي جوع. تعال بسرعة الله يخليك. طيب يا سهى، هلا بجي بسرعة. مع السلامة. مع السلامة. هي لعنة سهى. إيه شو رأيك؟ أنت بتعرف يا أستاذ خالد إنه بنتي عندها بالبنك 5 ملايين ليرة وراح تولد قدهم 5 مرات بعد ما أموت. لا يا دكتور لا، بعد عمرين طويل إن شاء الله. شو هالحكي هاد؟ اسمع يا استاذ خالد، بدي خدمه منك ما رح انسى لك اياها طول عمري، ومستعد ادفع اجره العمليه باي بلد. مقابل شو؟ انت الوحيد اللي ممكن بنتي تصدقه، ارجوك احكي لها كل شيء، احكي لها حقيقه اخوك عصام ودوافعه. انا؟ ايه انت، لانه ما رح تصدق غيرك لانك اخوه. انا ما بقدر دكتور، عفوا ما بقدر ابدا. بس انت هيك عم تحمي طمع اخوك وانانيته. لا عفوا دكتور، عفوا اذا بتريد، أنا عم بحمي بنتك. أنا ما بقدر إلا هالكلام مشانها هي، ما بقدر إلا لأنه احتراما لمشاعرها، بقدر أحطم قلبها. يعني أرجو إنك تفهمني دكتور، حرام حرام حطم روحها وإنسانيتها، أنا برأيي حرام. عيد النظر. أهلا وسهلا أستاذ عصام. يا هلا. الدكتور رؤوف موجود؟ موجود، بس دقيقة لحتى أعطيه خبر. تفضلي. أهلا أهلا أستاذ عصام. مرحبا. أهلين. أنا آسف لكون جيت بوقت غير مناسب. لا لا لا، أنا كنت بانتظارك. عاملين لنا قهوة يا خيريه، شو بتحب تكون قهوتك؟ حلوة شوي. طيب تفضل معي على المكتب. طيب بالإذن. اسمح لي أقول لك يا أستاذ عصام، أنا ماني راضيان عن هذا التصرف. عفوا دكتور، يعني أنا التصرف تقصد؟ أنا ما كنت بتصور إنك تطلب بنتي من حالها قبل ما تيجي لعندي وتخطبها مني. أنا الحقيقة آسف دكتور، يعني يمكن أكون غلطان، بس بيني وبين نفسي كنت ظانن إنك أعطيها الحرية الكاملة لبنتك، يعني حتى تكون مسؤولة عن نفسها. إيه صحيح، بس مو لهالدرجة، مو لدرجة إنها تختار شيك حياتها وتفرضه علي تحت الأمر الواقع. حتى أكون معك صريح أكثر، أنا مستغرب جدا للسرعة اللي تم في هذا الموضوع بينك وبينها، يعني ما لحقته، وبظن إنه هي شغلة غريبة. مظبوط ولا لا؟ مظبوط دكتور مظبوط، بس الحقيقه اللي صار انه نحن قدرنا نتفاهم بسرعه، يعني ما في شيء بتصير. واذا بدك صراحه يعني انا من زمان معجب بالانسه سهى. انا كنت بتصور انك عجبت فيها قبل ما تشوفها. ليش لا دكتور؟ يعني انا الحقيقه من زمان سمعان عنها قبل ما اشوفها، ومعجب فيها وبرقتها وبجمالها وبذكائها. انت متاكد انه هذا اللي خلاك تعجب فيها بس؟ طبعا دكتور، ومشان هيك انا هلا عندك. وبدك ياني اقول لك مبروك عليك، ما هيك؟ بصراحه لا، انا كان عندي احساس قوي كثير انك ما حبيتني وانك ما رح توافق. ادخل. شو عم بصير جوا في المكتب؟ ما بعرف يا حبيبتي، ما بعرف. ما سمعتي ولا شيء؟ صدقيني ما حكوا قدامي شيء. اخ يا ربي. ممكن اعرف منين اجاك هذا الاحساس؟ يعني من حيث اني واحد فقير، بس انا ما بيرضيني اسمع هذا الكلام، بس مع الاسف هي الحقيقه. انت ما عندك شيء، لا مهنه ولا وظيفه ولا مورد ثابت أو غير ثابت، لا أمل، لا مستقبل واضح. وهيك نوع من الناس أنا لا يمكن وافر عليك مصاري، وخاصة لبنتي الوحيدة اللي بتملك ثروة كبيرة والإرادة ضعيفة. عفوا دكتور، بس أنا الحقيقة ما بظن الآنسة سهى إنسانة ضعيفة. لا يا أستاذ عصام، أنا بعرف بنتي أكثر منك، بعرفها من سنين طويلة. انت يا دوب تعرفت عليها من اسبوعين بس، حتى لو ما كانت ضعيفه، بس انت رح تضل طول عمرك مفلس. بس بنتك ما حبت مصاري ولا مهنه ولا وظيفه يا دكتور، بنتك حبت انسان، انسان مثلك ومثلي ومثلها، مشاعر واحاسيس صادقه، وبعتقد كان عندها الشجاعه الكافيه لحتى تعلن مشاعرها تجاه هذا الانسان. ويا ترى هذا الانسان رح يقدر يعمل لها اي شيء مقابل هذا الحب؟ أنا رح جن بس يا حبيبتي، بس اهدي أعصابك، ما بصير تعملي بحالك هيك. مو قدراني يا عمتي، مو قدراني يا دكتور. الحب الصادق والإخلاص مدى الحياة هدول بنظرك مو شيء؟ لا 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 يا أستاذ عصام، أنا ما عم بقول هيك. الحب الصادق والإخلاص مدى الحياة أشياء حلوة، بس هالأشياء بدها ضمانات مادية. أنت شو ضماناتك؟ ها؟ وجه حلو وشكل وسيم وأسلوب واحد مهذب وذوق، وهالاشياء هي حلوه بس ما بتكفي حتى تضمن مستقبل وحياه سعيده. الضمانه عندي يا دكتور، عندي وعند كل الناس، هذا عرف. كلمه شرف، كلمه شرف بحب صادق ومخلص كل الدنيا وكل الحياه، ما بكفي كلمه شرف؟ بدك تحب بنتي وتكون مخلص لها مدى الحياه؟ ها 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 عفوا دكتور، انا ما قلت شيء بضحك بعتقد. برافو برافو استاذ عصام، هلا تاكد لي انك ما بتصلح لبنتي، وانا تاكد لي انك ما بتحبها لبنتك. معلش انا راضي الحكمه علي، انا بعرف رح تكرهني وتقول عني انسان قاسي، بس بالنهايه هذا كله مؤقت. انا ما عم اصدق، معقول يكون في انسان بهالقسوه هي على بنته؟ انت اللي دفعتني دكتور رؤوف، أنا حبيت لبنتك، حبيت لسهى عن جد، كنت بتمنى تبارك أنت هذا الحب، لكن أنا مو من النوع اللي بيعجبك، اللي بتتمنى واحد من نمرتي يكون صهرك أبدا، بس كمان بنفس الوقت أنا ما نسأل أبدا، وما راح أتنازل، ما راح أتنازل عن سهى مهما كلف الثمن، ويكون بعلمك أنا بإشارة واحدة من إيدي بخلي سهى تلحقني كل عمرها. طلع برا، تفضل برا، طلع برا، عم بقول لك اطلع برا. تفضل. حسام برا. كنت لعلمك يا دكتور انا ساكت عن كل اهاناتك هي بس مشان سهى. اطلع برا. حسام انت وعدتني انك ما تزعل بابا، شو صار؟ سهى طالع انا بس راجع. اطلع برا. بابا سهى، شو معك دم؟ احكي انت اللي بدك اياه، بس قل لي شو صار؟ ما عاد بدي اسمع كلام بهذا الموضوع خلاص. ليش يا بابا ليش؟ شو هو عصام؟ احكي لي. بدك ياني ما اكون زعلان؟ من كل قلبي اذا بقدر. تقدري اذا حبيتي. اترك عصام؟ ما بدي اسمع اسمه. ليش يا بابا؟ شو عمل لك عصام؟ ما بعرف، هذا عصام عاطل وانت هذه ما بينفعك، بس بحبني. انا متاكد ما بيحبك. وش اللي مخليك متاكد كل هالقد؟ انت لازم تكوني واثقه من ابوك وبس. ما بقدر. يا دكتور يعني انا ماني عرفان شو بدي اقول لك. الحقيقه العرض مغري جدا، ما كنت احلم فيه. بس بلاها يا استاذ خالد، بلاها. البس هي انا بعرضك. خليني اكمل كلامي. انا هيك مهمه انسانيه بصراحه ما راح اخذ عليها اجر مادي ابدا. انا مستعد ساعدك بدون مقابل. متشكر يا استاذ خالد. انا ما راح انسى لك هالمعروف ابدا. بعدين انا مصر على المبلغ اللي بدي اقدم لك اياه. طبعا هذا مبلغ تافه جدا مقابل الخدمه اللي راح تقدم لي اياها، مقابل هذا العمل الانساني العظيم. انا متشكر يا استاذ خالد، انا متشكر. يا رؤوف، هي العشاء جاهز. يسلموا ايديكي. اجي معك؟ لا خليكي لحالك. اتركيني يا عمتي بحالي، ما بدي احكي مع حدا. هذا انا يا بنتي جايب لك العشاء. بابا افتحي يا سهى، نتعشى انا وياكي. انا زعلانه منك يا بابا، ما بدي احكي معك. افتحي يا سهى، انا خلص سلمت، رفعت الرايه البيضاء. شو هالحكي؟ انت وعصام غلبتوني، افتحي بقى. صحيح؟ تفضل بابا. هيك بدي تتركيني ساعه على الباب يا سهى؟ انا اسفه بابا. وين اخذتي العشاء؟ انا ميت من الجوع، هاتي العشاء. معاش الجوع يا بابا، بالاول على شو نويت تحكي لي يلا. حاضر يا بنتي حاضر. اولا بدي اياكي تكوني واثقه من ابوكي. انا متاكده واثقه يا بابا. الحقيقه يا بنتي انت وقعتي بين ايدين واحد نصاب طمعان بثروتي. بابا معلش يا بنتي، خليني اكمل كلامي بعدين اعترضي. تفضل يا بابا. ماشي الحال. أنا ما راح أقول عليه نصاب ومحتال أو انتهازي، لا. بس أنا بصفتي أب لازم أحميكي من بين إيدين هيك نصابين، وما بسمح لأي إنسان يأذي مشاعرك. إيه يا بابا، ما حدا بينكر عليك هالشي، بس أنا متأكدة إنه عصام مو هيك، عصام إنسان رقيق ولطيف وكله إنسانية. ومشان هيك أنا راح أحطه تحت الامتحان. امتحان؟ إيه امتحان. بدي امتحن صدى وخلاص وإليك، وانت تكوني الشهاده. واذا نجح بالامتحان رح اقول لك مبروك يا بنتي. امتحان شو يا بابا وكيف؟ انا رح اجيبه لهون واعرض عليه صفقه. صفقه؟ ايه، صفقه ب200,000 ليرة حتى يتركك ويبتعد عنك. معقول يا بابا انت تعمل هيك؟ اجرينا يا بنتي، انا مضطر اعمل هيك. صدقيني أنا عم بعمل هالشي مشان أقطع شك باليقين وأضمن سعادتك ومستقبلك، بدي إياكي توافقي. طيب يا بابا، إذا هيك أنا موافقة. في شي غيره؟ بدي إياكي تكوني قوية وتتحملي النتائج مهما كانت. بابا أنا مو ضعيفة مثل ما أنت مفكر، أنا قوية مثلك تماماً ومستعدة للنتيجة مهما كانت. اهلين استاذ عصام. لو سمحتي انا عندي موعد مع الدكتور رؤوف. اي تفضل. مرحبا استاذ عصام. مرحبا. اهلا وسهلا. انا اسف كنت اخرت الموعد او شيء. لا لا لا، مواعيدك مظبوطه على الدقيقه. تفضل استريح. عاملين لنا قهوه يا خيريه. حاضر. لو سمحت دكتور. طيب شيء بارد وانا قهوه. طيب سهى امشي معي ساعديني. اهلا وسهلا. اهلا شرفت. ايه استاذ عصام؟ تحت امرك دكتور. نحن هذيك المره لوين وصلنا؟ وصلنا لعندما انت رفضت تجوزني بنتك وقلعتني من البيت. صحيح صحيح صحيح، انا بتذكر قلعتك. انا بعتذر وبدي اياك تنسى اللي صار بيناتنا. ها؟ لا لا خلص دكتور، انا نسيت وما عم بتذكر شيء ابدا. شوف يا استاذ عصام، انا راح اكون معك صريح. تفضل. بس صار عندي هون امر مفاجئ. بنتي سهى بعد اللي صار بيناتنا هديك المرة لا عم تاكل ولا عم تشرب وحابسة نفسها بغرفتها، لا بدها تشوف حدا ولا حدا يشوفها، وأنا ما بيهون علي إني أشوف بنتي هيك عم تتعذب، ولذلك قررت زوجك بنتي. عن جد؟ أنا طبعا بشكل. طبعا عن جد، بس على شرط. أنا جاهز، جاهز لأي شرط. أنت هديك المرة قلت لي إنك بدك بنتي سهى ومتمسك فيها وما بتهمك ثروتها، وثروتها على كبدرتك، ما هيك قلت لي هذيك المرة؟ مزبوط قلت هذا الشيء ولساتني بقوله كمان. لكن نحن متفقين يا أستاذ عصام. أنا ما فهمت، ليش؟ راح فهمك. أنت راح تتزوج بنتي سهى بالفستان اللي عليها، وما بدفع ولا قرش ولا ليرة وحدة. واليوم اللي بتكتب كتابك عليها راح أتنازع عن كل أملاكي للجمعيات الخيرية يبنوا فيه مستشفى. بس هيك انت بتكون عم تحرمها من حقها يا دكتور. مثل ما هي حرمتني من حقي عليها، هيك بنكون لا ظالم ولا مظلوم. بس انا برفض، انا برفض كون السبب بحرمانها من حقها. في حل ثاني بيرضينا كلنا. شو هو؟ شيك ب 200,000 ليرة بتاخده وبتروح كأنه لا شفناه ولا عرفناه. تاخذ الشيك من هون تحطه بجيبتك ومع السلامه، ما بتورجيني وشك بنوب. طب والانسه سهى؟ لا الانسه سهى اتركها علي، انا بتصرف معها. ماشي. تفضل. حبيبتي حبيبتي خلاص سمعت كل شيء بدك. معلش معلش يا حبيبتي، المهم خلصتي منه. معلش حبيبتي. مرحبا استاذ خالد. اهلا دكتوري. هلا اهلا وسهلا. تاخرت عليك ما هيك؟ لا لا ابدا. انا متشكر كثير، انت عملت معجزه. انا ارتكبت جريمه يا دكتور. لا تقول هيك، انت انقذت بنتي وحطمت لها قلبها مسكينه. انا كنت حاسس طول الوقت انها قاعده عم تبكي برا. هذا راح يكون مؤقت صدقني. اي جرح بعد عمليه ناجحه راح يكون مؤلم بس بشكل مؤقت. شو حتفرق يعني يا دكتور؟ ما خلص خلص اللي صار صار، والجرح اللي حيضل بقلبها كل عمرها. ارجوك يا استاذ خالد لا تعذبني اكثر من هيك. بعدين بوعدك اني راح ادعيك على عرسها وخليك تشوف سعادتها بنفسك مشان ضميرك يرتاح من عذابها. المهم يا دكتور. تفضل. شو ها؟ هذا الشيك أداة الجريمة. رجع الشيك لجيبتك، أنا ما أعطيتك شيء. عفوا يا دكتور، نحن اتفقنا. نحن ما اتفقنا على شيء. عفوا بس انت هيك. اسمع، انت من بكره بتعمل اجراءات السفر مشان العمليه، ولما بترجع بالسلامه بتلاقي حسن مستنيك بالعياده مشان تتقاسموا العمل، واحد بعد الظهر وواحد قبل الظهر. على مهلك علي يا دكتور، انا ماني فهمان عليك شيء. انا ما رح اتخلى عنك، انت رح تبقى معي بالعياده. تأثير جوانبي وأنا أحسن أنت مصابة بالأمراض أنا بس الأمراض أحسن تيجي عندي عاطف كذا كذا تفهم ما سمعت عنه اتجاهات أشياء عاطفي لا ما سمعت عنه هذا رشد أساسي من أسباب التبريد لمعالجة هذا المرض يعني بفهم من كلامك إنك أنت شاعر طبعا ومن غير دراسة هي ما بدها دراسة الخبرة لحالها بتكفي وأنت عندك خبرة بتكفي طيب يا عصام كيف يا عصام هذا يجيب لي تحدي في الموضوع يعني يعني بالخوفات والأعراض الحساسة مثل ما عملت معك من شوي ما في أشياء تجي الحكي بعد الثلاث. انا ما احبها في كان شغله خالص من بتفسير الاديان ما ينفعش كده. هذا خالد حبيت لك المكافاه الشباب انا الاحمديه نفسها هذا اول مكتب ايوه شو بتقول؟ الانسان يستوى حاجه وين؟ وباي بتفكر؟ انت؟ اي انا عصام فاجأتك ما هيك؟ سهى انا لساتني بحبك ومشتاق لك كثير. انا قضيت وقت صعب كثير بدونك. يا بطل بس تمكن مصورة إلا عشان حكاية عن تمثيلين بكفاءة أنت ما وعليا والمثال ألف ليرة تبع لعبي شلون تقولي؟ أنا قررت أعرف إلا بابا أنت وعصام واحدة لأنه خافت عليه خافت علينا أكثر منك إذا تحبه وشرفه لو خلصني من العذاب اللي حطيت بصدري فيه الله يسلمك بابا أسرتي بابا إني نوع بحلم إني نوع فيه نحن لا نحصل كثير ولا نزيد الحظ. ممكن الصبر من عند السبب شو بتقدر تشتري؟ اختاري هي ولا هي ولا هي؟ هي؟ تفضل. قديش قمر تحقق؟ 500 ورقة. شكل خروج هيك. بتعرف انه بدي سهى بنتي الوحيده وبيهمني مستقبلها. طبعا طبعا يا دكتور. ايه يا ست الستات انا جاهز. بابا انا انخطبت. عظيم منيح اللي قلتي لي. مين بقى صاحب الحظ والنصيب يلي شرفتيه باختياري؟ عصام. الوحيد اللي ممكن بنتي تصدقه، أرجوك احكي لها كل شيء، احكي لها حقيقة أخوك عصام ودوافعه. أنا؟ إيه أنت، لأنه ما رح تصدق غيرك. وبدك ياني أقول لك مبروك عليك، ما هيك؟ بصراحة لا، أنا كان عندي إحساس قوي كثير إنك ما حبيتني. رؤوف أنت شو اللي عملته؟ الحل الوحيد اللي بدي خليها تبعد عن عصام. انت حسب حساب انه رح تكرهك بقية حياتها؟ اسمعي يا خيريه، من اليوم برايح ما في تليفونات، ما عاد تليفون مكتبي. انا مستعد ساعدك بدون مقابل. متشكر متشكر يا استاذ خالد، انا ما رح انسى لك هالمعروف ابدا. بعد وبعدين انا مصر على المبلغ اللي بدي اقدم لك اياه. طبعا هذا مبلغ تافه تافه جدا مقابل الخدمه اللي راح تقدم لي اياها، مقابل هذا العمل الانساني العظيم. بابا خلاص سمعت كل شيء باذنك.